ماكسيلاري ساينسز اللي هي الجيوب الأنفية للفك العلوي عبارة عن زوج من التجاويف مثلثة الشكل موجودين في جسم الماكسيلا، بالتحديد أسفل الأوربت على الجانب الخارجي من الأنف. التصريف الخاص للماكسيلاري ساينسز بيكون من خلال الميدل نازل ميتس، بيفصل بين الماكسيلاري ساينسز وبين جذور الأسنان الموجودة في الفك العلوي طبقة رفيعة خالص، علشان كده من الصعب التمييز بين أعراض التهاب الجيوب الأنفية للفك العلوي وعدوى الأسنان الموجودة في الفك العلوي. الماكسيلاري ساينسز بتتميز بأنها أكبر الجيوب الأنفية حجما في الأشخاص البالغين، في حين أنهم بيكونوا تجاويف صغيرة أثناء الولادة، فبينمو ويزيدوا في الحجم تدريجي إلى أن بيتوقف نموهم تقريبا عند سن 15 سنة.